لأن كما تعلمون عندها مستقبل كبير. علاش؟ لأن في الطموح نتاعنا ولا الآفاق نتاعنا، متنفس نتاع ولاد جلال هي شعوة، باش نخافوا على ولاد جلال، اللي نخلقوا مركز موازي يخفف على المركز وهو ولاد جلال. لذلك السلطات المحلية على مستوى الأعلى لابد نكون تكون هذه البلدة متنفس. لذلك بغات المشاريع تصب وحدة وراوحة، لأن كل جهة على حسب الإمكانيات، ورغم الإمكانيات المحدودة إلا أن هذه المنطقة شهدت تنمية متسلسلة كل مرة. وكان ندير عملية تقييم تاع ربط القرية بالغاز، غاز المدينة تكلفة كبيرة. المتوسطة سنردي شحال؟ 25 المتوسطة 25 مليار متوسطة. نزيدوها الغاز، نزيدوها المرافق الضرورية اللي عندها علاقة بالمواطن مباشرة، كما أشار السيد النائب في إطار تقريب الإدارة المواطن، وكذلك باش حتى باش نربطها بالشبكة لأن راها مبرمجة، حتى المواطنين هنا ما يضطروش باش يمشوا لولاد جلال. كل هذه المنطقة لنا، يقدروا كل الوثائق الإدارية البيومترية تخرج على مستوى الملحق الإداري. لذلك تفائلوا خير، لأن هذه المنطقة راها مؤهلة باش تكون على في احسن ان شاء الله كما تصور المواطنين. وهذا الشيء هو المسعى نتاعنا، لان كي نشوفوا ولاد جلال ما كانش متنفس وحده، كي نشوفوا الديفن راه محصوره، ولكن المؤهل المنطقه المؤهله باش تكون ترافق ولاد جلال هي شعب. درك املنا كبير فيكم المواطنين نتاعها، ان شاء الله تلحق التنميه مواصلة التهيئة تاع الشوارع الرئيسية بعد ما نكملوا الغاز، لأن الحمد لله ما درناش تنمية كبيرة بالنسبة للطرقات وجه الغاز، كان راح كل شيء ونبقوا المشاريع عايبة. ولكن الحمد لله درك مادام نكملوا الغاز، نظن القنوات الصرف الصحي راه مربوطة 100% 99% كذلك الشبكات المياه الصالحة للشرب، نظن أغلبية السكان راه مربوطين. يبقى الانشغال تاعكم الكبير هو الماء، هذا ثاني يبقى انشغال مطروح على مستوى هذه التجمعات السكانية. وأملنا كبير بعد إنجاز المشروع تاع البئر الألبان تاع كاف التراب، لأن راه مبرمجين الجزء منه يكون للقرية وبهذه النواحي. والحمد لله إذا كي نكمل هذه المواصفات هذه الانشغالات وهذه المشاريع تبقى شعوة مستقلة قائمة بذاتها. بقى الأمل فيكم توما كيفاش تحافظوا على هذه المشاريع، وكيفاش نثمنوا كهذه المكتسبات اللي قامت بها الجمهورية الجزائرية على رأسها السيد رئيس الجمهورية، رغم الظروف المالية اللي راهو الشيء اللي راه يوقع حنا في هذا القرية ما راهش يوقع في بلدية أخرى اللي أكثر كثافة سكانية جاية في مواقع استراتيجية. كذلك نزيد ندعموها حتى بالنسبه للسيد رئيس الشعب البلدي والمجلس، اقترحوا تجزئه ثانيه للقطع الاراضي، جزء نتاعها يكون هنا، جزء من هذه البرامج يكون على مستوى شعب. وكاين عندنا امل كبير ان شاء الله نحققوه، وهو القريه الرياضيه. راك تشوف الملاعب هذه اللي راها توجد، درى أن كل الشباب نتاعنا بما فيهم موظفين بين متقاعدين كل جو يتنفسوا هنا على مستوى شعوة، وين راها هذه الملاعب الرياضية اللي راها موجودة. أملنا كبير إن شاء الله راها في البرنامج باش نديروا قرية رياضية تكون عندها كل مواصفات. بالتوفيق وربي يتقبل منا ومنكم والمجد والخلود للشهداء الأبرار اللي لهم بعد الله سبحانه وتعالى والفضل في التواجد نتاعنا، ونعيشوا بحرية ونتبادلوا أمورنا، والبلاد ماشية إن شاء الله مرفوعة وبفضل رجالها والجيش نتاعها المرابطين على الحدود، وتضحيات الأبناء نتاع الوطن على أكبر الله إن شاء الله.